أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان. كل نفس تحن إلى الخالق، كل مخلوق يحن إلى الخالق. وسنتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا لكل مخلوق ولكل إنسان، هو الفداء. ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. شكرا. مرحب. لدينا في إحدى الرسائل كاتب رسالة يقول: القمص زكريا بطرس اندرى في أكثر من حلقة الهجوم على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين لقيامه بجمع القرآن ونسخه وتوزيعه على الأمصار وحرق ما سواه من المصاحف، ويهم جنابه من خلال سياقات كلامه بأنه كان هناك عدد من المصاحف مختلفة بالطبع يقصد محتواها، وبالتالي المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم ليس هو المصحف الذي أنزل من السماء. وأصحح هذه المعلومات المغلوطة في الآتي. نحن نشكر كل من يرسل لنا ويستفسر ويهتم بالدراسة والاستماع والتعبير عن رأيه، وله حرية التعبير. فهنا بيقول إن أنا بدعي إن عثمان عمل كده وكده وكده. طيب هل الأخ ده بيتكلم بناء على معرفة ودراسة، ولا ده مجرد رأي من الآراء اللي بيقوله، خصوصا إن هو كاتب في البداية حاجة غريبة الشأن جدا. بيقول في البداية إنه ليس من العلماء، ليس لأني من العلماء، ولكني مسلم أحاط بطرف لا بأس به من علوم دينه. يبقى فاضل تعرف الباقي عشان خاطر تفهم. الطرف اللي انت تعرفه ده ناقص، فما يتيحش ليك فرصة انك انت تفتي في المواضيع. ادرس عن هذا الامر في الموسوعة العربية الميسرة عن حرق عثمان للمصاحف، وما ياش مجرد نسخ، لكن دي امور كانت بتقتتل من اجلها القبائل وحرق الباقي. فاقرأ في الموسوعة الميسرة، اقرأ في دائرة المعارف الإسلامية، اقرأ في دائرة الإسلامية على النت، وتعالى قل لنا ايه رأيك في اقواله ان عثمان فعلا حرق كل المصاحف. كان 31 مصحف ولم يبقي الا مصحف. فلما تدرسهم وتقراهم وتيجي تناقشهم وتبعت لنا جواب وتقول لنا الحقيقة الراجل ده قال كده، او المواسيع بتقول كده، الموسوعات بتقول كده، وانا لي راي تاني، فيبقى نقبل كلامك. وشكرا جزيلا عموما لاهتمامك بالكتاب. نعود الى كتابات الشيخ احمد ديدات في كتاب عتاد الجهاد في صفحه 20. يعترض على ويناقش في موضوع الفداء، ويقول تعليقا على ما اقتبسه من سفر زكريا 10:8: واجمعهم لاني فديتهم، او لاني فديتهم، قائلا: يتضح من هذا النص العجيب أن فكرة أو عقيدة الفداء ليست فكرة من مبتكرات المسيحية. هي هذه فكرة موجودة بهذا النص العجيب القصير الموجود بسفر زكريا، وهو من أسفار التوراة. ولا جدال في أن التوراة كانت موجودة قبل وجود المسيح، أو بالأحرى قبل ظهوره أمام أعين الناس. فهل لك أن توضح لنا هذا الأمر؟ بكل السرور. بكل السلام. اولا الشيخ ديدات وقع في خطأين في هذه الجمله والعباره، ودايما علمونا في واحنا بنكتب انشاء مواضيع الانشاء ما تطولش قوي في موضوع الانشاء، احسن بتتكاثر اخطائك، فيبقى خير الكلام ما قل ودل. لكن الشيخ ديدات قلمه سيال وعمال يكتب، وكل ما يكتب كل ما يبان جهله وكل ما يبان اخطائه. فهنا في الجملة البسيطة اللي قالها ديت هناك خطأين. خطأ الأولاني قال إن الفداء هو ابتكار، ويقول إن ده مش من ابتكار المسيحية. الفداء ليس ابتكار يا حبيبي، الفداء خطة إلهية حكيمة، مش ابتكار بشر، ولكن عمل الله وصنع الله. الحاجة التانية، الغلط التاني، هو جهله بقضية الفداء تماما، ويقول انها موجوده منذ سفر زكريا. لا يا حبيبي، موجوده من قبل زكريا وابو زكريا، موجوده من بدء الخليقه، من بعد ما سقط ادم وحواء من الجنه بدات فكره وخطه الفداء الالهي.
من آلاف السنين. من آلاف السنين. ترى ما هي أول إشارة عن فكرة الفداء في الكتاب المقدس؟ تمام. أنا بشكرك لأجل إثارة المواضيع لأجل إخوتنا المشاهدين. أول فكرة أوضحها الله لخطة فدائه بعدما سقط آدم وحواء. فلما سقط آدم وحواء من الجنة بعدما اكتشفوا أنهم عرايا عريانين وأخذا يخصفان على أنفسهما بورق الشجر، فيقول الكتاب المقدس أنه صنع لهم أقمصة من جلد. ونلاحظ في دقة تعبير الكتاب المقدس صنع مش خالق، وكون أنه هو صنع، إذا صنع من شيء موجود، وأقمصة من جلد، الجلد كان للحيوانات. ويفهم من هذا أن الله أتى بذبيحة وأخذ جلدها فكسى به عري العراه، كبش فداء، كبش فداء. فإذا هنا بدأ فكرة إيضاح ربنا لخطة فداء الإنسان من خطاياه. ومع هذا الرمز كانت هناك نبوة برضو من بعد سقوط آدم. ما هي هذه النبوة؟ أنا عن تساؤل أنه موضوع ذبح الكبش وأخذ الجلد وتغطئة عريهم، عري آدم وحواء، عريهم. نعم. فالنبوة بقى لما قال الله للحية أضع عداوة بين نسلك ونسلها، نسل المرأة. نعم. ونسلها، هو أنت تسحقين عقبه وهو يسحق رأسك. أجمع كل المفسرون أن هذه نبوة عن صلب المسيح. الشيطان أي الحية القديمة استطاع أن يعقر عقب المسيح، أي يصلبه، ولكن المسيح سحق رأسه أي هزمه. نعم. وعشان كده الكتاب يقول إيه؟ رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، جرد الرياسات والسلاطين. نعم. وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في المسيح. إذن الحياة القديمة هي الشيطان. هي الشيطان. نعم. نعم. بشهادة القرآن، بشهادة الإنجيل. قلت ذكرت أنه تم الإشارة الفداء في تكوين ثلاثة بصورتين، وذكرت عن الصورة الأولى وهي النبوة. فما هي الصورة الثانية؟ الصورة الثانية اللي هي برضو أنا تعرضت لها دلوقتي، اللي هي أقمصة الجلد. نعم. أقمصة الجلد رمز إلى الصليب والفداء، أن بر المسيح عندما صلب المسيح أعطانا بره، القداسة، الطهر، الصلاح، إذ أعطانا ما له، إذ أخذ ما لنا وأعطانا ما له. نعم. حياة البر غطانا وكسانا بها، عشان كده يقول ألبسني ثوب الخلاص، كساني رداء البر. وتلاحظ أن على الصليب أخذوا ثيابه، قسموها بينهم بالبعض. نعم. وأخذوا رداءه وألقوا عليه قرعة. فالمسيح ترك ثوب الخلاص ورداء البر لنكتفي نحن بهما، نكتفي وهو يغطينا من خطايانا ومشاكلنا وخزينا. وخزينا. نعم. هل لك دليل آخر على ما تقول؟ على دليل الذبيحة. نعم. أن الله قدم ذبيحة، أن آدم ورث أولاده معنى الذبيحة. كان عنده ولدين، المسلمين ولا القرآن يقول قابيل وهابيل. نعم. لكن الكتاب المقدس وهو أقدم من القرآن يقول قايين وهابيل. مش هنختلف على التسمية، مش مشكلتنا. نعم. لكن أنا عايز أقول يعني لما نيجي أتكلم عن قايين. نعم. هذا أتكلم من موقع الإنجيل. قايين أي قابيل. قايين. نعم. فقدم قايين أثمار أرضه، كان فلاح وقدم ثمار فاكهة، تفاح وكمثرى. وقدم هابيل اللي كان متمسك بكلام أبيه، قدم ذبيحة. فنظر الله إلى ذبيحة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين، لأن الذبيحة مع البر. هل لديك النص؟ بالتأكيد. تفضل. في رسالة العبرة في سفر التكوين أصلا يقول وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبقار غنمه ومن ثمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وأيضا عندنا في سفر العبرانيين يقول بالإيمان قدم هابيل
لله ذبيحة أفضل من قايين. فيه شهد أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه ذبحته، يبقى الذبيحة مرتبطة بالبر، ذبيحة البر. لماذا لم ينظر الله إلى تقدمة قايين؟ لأنها بدون سفك دم، ما هي الذبيحة بتقدمها، لكن مش الذبيحة اللي كان سبب الخلاص والتغطية ولازم يتمسكوا به، لأن ده كله رمز إلى الصليب. نعم. فإذا ضاعت في الطريق والسكة يبقى الرمز حيثم المرمز إليه إزاي؟ نعم. لكن نحتفظ بهذا الرمز لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يعني موضوع الدم وشكل الدم، لماذا بدون سفك لا تحصل مغفرة؟ حلو جميل، والأمر ده مهم قوي إن احنا عايزين نتكلم فيه. فالخطية عقوبة للموت، صح؟ أجرة الخطية موت، يوم تقوم الموت هو عقوبة، الموت عقوبة للخطية. أنت قلت العكس. الموت عقوبة للخطية. نعم. مش كده؟ أجرة الخطية هي موت. نعم. وسفك الدم معناه موت الفادي. سفك دمه يعني مات الفادي ليفدي الإنسان. نعم. من خطاياه. لأن آدم عندما أخطأ انفصل عن الله، والله هو الحياة، فيبقى انفصل عن الله يعني خطف الموت، انفصل عن الحياة. معنى ذلك أنا نحن كبشر خطاؤون أو نخطئ، نحن منفصلين عن الله. منفصلين عن الله. نعم. الإنسان المتحد بالله لا يخطئ. نعم. لكن منفصل عن الله هو يخطئ، وهذا هو مفهوم الخطية وعقوبة الخطية الموت. وفي يعني سؤال يطرح نفسه، آدم عمل خطية وعصى الله ولم يطيع الله، أنا وغيري والبشرية كلها شو ذا ما ذنبها؟ كويس. وكمان عندهم بيقولوا أن آدم أخطأ وتاب وربنا غفر له خطاياه. خلينا نتكلم على الأمور دي. نعم. فإذا كان ربنا غفر لآدم فور توبته زي ما بيقولوا لنا، مش محتاجة كده كده، محتاجة لفداء لأنه غفر له. طب إذا كان غفر له، طب ليه ما رجعوش بقى للجنة؟ لا هو ولا ذريته لم يرجعوا الجنة، لأنه ما تمش غفران، لأن الغفران يستلزم وجود فادي. كتاب بيقول كده، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ومن قبل الخطية صار الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. والكلام ده موجود في سورة في الحديث القدسي رقم 101، يقول لك ايه؟ جحد آدم فجحدت ذريته، نسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. إذن متفقين على ان الخطية حرمت الإنسان من الجنة. نعم. والذرية ايضا من العودة الى الجنة. فالخطية نتيجتها لها نتيجة وهي العقوبة. نعم. ماذا كانت عقوبة الخطية؟ تمام. زي ما قلنا من شوية في الكتاب المقدس في سفر التكوين صفحة 2 وآية 7، يوم تأكل منها موتا تموت، إشارة إلى الشجرة. الشجرة، هل الشجرة الناس يعني مش واضح أنه أكل تفاح وأغضب الله؟ نعم. ماذا ترمز الشجرة أو ال ال أما بيقولوا كذا ببساطة، يعني تفاحة آدم ويقول لك آدم's apple. نحن نسأل عن الموضوع الروحي، لكن الموضوع الروحي إن يعني عملية العصيان إنه أكل التفاحة. ما هو الله جعل في الجنة شجرة معرفة الخير والشر. هي التفاح؟ لا لا، أنا بكلمك. نعم. بقول يعني بتكلم وبعدين بترجعني في الموضوع، فخليني في الموضوع. انا عايز اوضح هذا الامر لانه انا قدام المشاهد. نعم. انا عايز اقول. نعم. ان شجره معرفه الخير والشر. نعم. ان الله اعطى للانسان ميزه العقل، واللي عنده ميزه العقل عنده حريه الاختيار. نعم. وحريه التفكير وحريه الاراده، فجعل له محكا انه بعقلك تستطيع ان تعرف كل شيء، الخير والشر، ولكن إن اتبعتني وسمعت كلامي ستعرف الخير ولن تمس الشر. هكذا يقول الله. فشجرة التفاح شجرة معرفة الخير والشر. بس ما هي شجرة التفاح ولا ما مش تفاح؟ لا مش تفاح. نعم. شجرة معرفة الخير والشر. نعم. اللي بيسموها العامة
شجرة التفاح يعني، لكن هي شجرة معرفة الخير والشر اللي محك اختبار اختيار آدم والبشرية، يطيع الله ولا ينفصل ويعمل اللي هم عايزينه بكامل عقلهم وحريته. ومن هنا برضو بنفهم ان الله مد الانسان حرية يتصرف، مش بيجبره على اي حاجة. اذا نتيجة الخطية او حكم الخطية هو الموت حسب عدل الله، حسب عدل الله. لكن وكمان في لكن اين رحمة الله؟ صح، بس عايز اكمل حتة برضو في عدل الله مع سورة طه. آية 121، فعصى آدم ربه فغوى لحد ما بيقول ايه اهبطا منها جميعا. وده الحكم. والإمام النسفي فسر ذلك وقال أي أن آدم وحواء وذريتهما لأنهما كان أصل الإنس ومتشعبهم جعل كأنهم الإنس كلهم اهبطا جميعا. يعني سورة البقرة يقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. ادي الحكم وادي القضاء وادي العقوبة. فبتكلمني بتقول لي ان ده عدل الله، طب فين رحمته؟ نعم الله رحوم، ولكن هل تكون الرحمة على حساب العدل؟ ما الله كامل الصفات، عدل مطلق ورحمة مطلقة. لو اجرينا العدل وسبنا الرحمة انتقصنا حق الله من الرحمة، ولو اجريت الرحمة ولم يجرى العدل وياخد حقه فاذا برضه انقاص من عدل الله. ماذا تعني بذلك؟ شوف الله كامل في عدل. وأصدر حكم على الخطية، وحكم الله لا يتغير، حكم الخطية موت. وما تأكل منها موت. الحكم على الخطية أم على الإنسان؟ على الإنسان بسبب الخطية. بسبب الخطية. دي برضو من البلاغة والكناية. علاقتها السببية. مجاز مرسل علاقته السببية. المهم يعني مش هنخش في القواعد. وحكم الله لا يتغير. لأنه لا مبدل لأحكام الله. فإذا رحم الله الإنسان وغفر له أخطاءه وأعاده إلى الجنة يبقى انتقص من عدل الله، وعدل الله كامل لا ينتقص منه. وهناك من يقول أن الله حر يفعل ما يشاء، يحكم ويعفو أيضا. ده رأي الأغلبية فعلا من أحبابنا المسلمين. لكني أنبههم إلى حاجة مهمة. طبعا. لازم الإنسان يحدد. الكلام هناك فرق بين الحرية والفوضى. الله حر يفعل ما يشاء، لكن في حدود قيمه الكاملة. أما إن هو يعمل ما يشاء دون النظر إلى القيم العظمى يبقى دي فوضى. والله سبحانه حاشا له إن هو لا يمشي بحسب ويلتزم بقيمه العليا، القيم المثلى والعظمى. وأبسط هذه القيم أن يلتزم بأحكامه. فقد أصدر حكما ضد من يخطئ فلا بد من النفاذ بحسب عدله. وكون الله يتصف بالرحمة فذلك التزام آخر يحرص الرب على تنفيذه. معضلة أنه كيف وفق الله إلنا كبشر بين الالتزامين، التزام أنه إله عادل والتزام أنه إله رحيم. تمام، ودي بقى قضية الفداء. ممتاز صراحة. الله في كامل حكمته، كامل العدل وكامل الرحمة وكامل الحكمة. ففي كامل حكمته دبر خطة الفداء لينفذ الحكم في الفادي ويرحم المفدي. يعني أضرب لها مثل بسيط صغير. يعني واحد مقدم إلى القضاء والقاضي عادل. لكن في قلبه رحمة. فشاف المشتكي مظلوم. الشاكي مظلوم. لأنه واحد استلف منه 1000 جنيه. وما ردهالوش ليه. فالراجل الشاكي بقى صاحب الفلوس بيطالب بيها. وبيقول للمحكمة انت عادلة اديني حقي. بص للراجل التاني لقاه مسكين مريض. فعلا استلف الألف جنيه وما أنكرش، بس صرفها على المرض، عنده فشل كلوي وكبدي وحالة مصيبة. يستدعي الشفقة، هياخده سجنه. طب فين الرحمة؟ بس ده كرسي العادل. فما كان من القاضي العادل الحكيم والرحيم إلا إنه بحكمة أمر للراجل اللي له 1000 جنيه بفلوسه، كتب له شيك بيها والدهار.
وبصل الراجل الغلبان هو يعني دفع هو دفعها من جيبه من فلوسه وبصل الراجل الغلبان واداله ايضا شيك تاني ليصرف على بقيه مرضه، فكان عادلا ادى الراجل حقه وكان رحيما رحم الرجل الفقير. الله في حكمته عادل وحكيم ورحيم، فبالحكمة دبر خطة الفداء أن يموت فادل عن البشرية، وكان الفادل والمسيح. فأنت تقول أن المسيح هو الفادي الذي مات عن الناس، وما ذنب هذا الفادي البريء أن يموت عن الناس؟ هذا أنت تتكلم بلسان المشاهد المسلم. نعم. تأكيدا. بيقولوا كده وبيعترضوا بكده إن فين يعني إيه ذنبه، لكن فين ذنب الأنبياء الأبرياء اللي قتلوهم؟ لأن في المصحف كذلك في الكتاب إنه يعني فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الأنبياء بغير حق. تأكيد. وبعدين هذا شاهد من القرآن؟ طبعا. من أين؟ في سورة البقرة 61 مكتوب تقتلون الأنبياء؟ تقتلون الأنبياء بغير الحق. نعم. يعني مظلوم؟ نعم. فبيموتوا، فالمسيح مات، والكتاب موجود كده يقول لك إيه؟ الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. والموجود على فكرة ده موجود في القرآن آية بالضبط في الإنجيل بتقول في كورنثوس الثانية إصحاح 4 آية 14 إن كان واحد مات عن الجميع فالجميع إذا ماتوا. وده اللي موجود في القرآن في سورة المائدة 32 بتقول كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس، يعني نفس بريئة، وبغير فساد في الأرض، يعني ما عملتش فساد في الأرض طائرة، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه موت الكل. والمسيح كان طاهر وما كانش مذنب، فمات كأنما مات الناس جميعا. أدي الفداء. لا شوف بقى الأجمل من كده، يقول لك إيه؟ ومن أحياها، النفس اللي ماتت دي، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا الشهادة القوية أن المسيح مات عن الناس وقام أيضا عن الناس. هناك سؤال أغلبية الناس يسألوه، أنت تقول أن المسيح هو الله وأنه مات، وعندما مات من كان يهتم بأمور المعمورة كلها والناس؟ ده سؤال فعلا بيسألوه كتير، والحقيقة أن الله لا يموت. الله لا يموت، ولذلك اتخذ جسدا قابلا للموت ليموت الجسد عوضا عن البشرية، ولكن الله موجود لرفع قيمة هذا الجسد الإنساني البشري ليصير فداء عن البشر. أما الله لا يموت، مثلا لو جبنا قضيب حديد محمى بالنار وطرقنا هذا القضيب الحديد، الضرب واقع على الحديد، طب نقدر نشكله زي ما احنا عايزين، ولكن النار جوهر لا يتأثر بالضرب. نعم. طب أشعة الشمس، لو واحد اتنطع من ذاك العزم جهابد أشعة الشمس ألم شمس الأي ولا حاجة لها أبدا أي حاجة. فالله لا يتأثر، موجود ولا يتأثر. نعم. موجود في جسد المسيح ليعطي. تقول الله الناسوت أو الجسد، جسد المسيح جسد ناسوت. نعم. وفيه اللاهوت أو الله. الموت وقع على الناسوت أي الجسد، ولم يقع على الله لأن الله لا يموت، وضل ميت الجسد. وفضل ميت وبقى في القبر 3 أيام وقام من بين الأموات. ما فضلش ميت في القبر. لا، ما لو كان مات ما كانش لنا رجاء. نعم. لكن قيامة مكملة للصال. نعم. مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لأن لو مات وما أمش لا سمح الله كان بقى مذنب إنسان. نعم. مذنب. نعم. ولكنه قام كما تقول وانتصر على الموت. وانتصر على الموت. نعم. نعم. نعود إلى خطة الفداء، كيف مهد الله لخطة الفداء؟ مهد ربنا لخطة الفداء بالكثير جدا من النبوات في العهد القديم. نعم. مهد بالكثير. ناخد بعض في النبوات عشان الوقت بيدهمنا. معلش. تنبأ داود عن أحداث الصلب في مزاميره، وأهم مزمور اتنبأ فيه داود هو مزمور 22.
اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني، ومش أبو إن المسيح اللي بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. نعم. لكن كانت عادة عند اليهود إنه رئيس الكهنة ينادي أول المزمور الكل يكر المزمور. نعم. فالمسيح كرئيس كهنة على عود الصليب نادى أول المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، كل يكر المزمور لأن فيه النبوات عن صلب المسيح. ماذا فيه من النبوات؟ أنا أخذ بس مقتطفات صغيرة عشان الوقت بتاعنا. آية 16 و 17 يقول ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي. ما فيش حد من الأنبياء ثقب يديه ورجليه إلا المسيح، نبوة على المسيح. وبعدين آيات أخرى كثيرة لما يقول يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. فدي كلها إشارات في العهد القديم من داود اللي بيتكلم على كده. هل لك أن تذكر للمشاهد قليل من النبوات عن الصلب نفسه؟ في العهد القديم برضو في سفر أشعياء النبي. نعم. وأهم إصحاح أنا هختصر بس عشان الوقت، لكن في حاجات كتيرة. ما في أشعياء إصحاح 53 في إشارات صريحة وواضحة للصلب، منها أي 4 لكن أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها، كان مضروبا من الله ومزولا، هو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثمنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ويقول عبد البار بمعرفة يبرر كثيرين، سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. في آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتشير إلى الموت المسيح وصلبه. وهل تمت هذه النبوات؟ تمت في المسيح اللي بيقول عليها ديدات إنها من مبتكرات المسيحية، ولكنها نبوات قديمة منذ سقط آدم. هل عندك فكرة كم نبوة كانت؟ كثيرة. نعم. عدد كبير جدا من الكتاب المقدس كله نبوات. نعم. لقد أدركنا الوقت، فهل ممكن أن نرجع بقية موضوع الحلقة القادمة؟ بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. وبرضو نرجع موضوع المسيح والحل بالفداء، يعني نرجع المسيح ده يقوم مقام المسيح والحل بالفداء، حل لنا مشكلة العقوبة الأبدية ومشكلة خطايانا بالفداء. شكرا جزيلا. الفداء هو حل الله لمعضلة البشرية المزمنة، معضلة الخطية، لأن جزاء الخطية هو موت، ونحن منفصلين عنه بالخطية التي تصلنا عنه، لكن الله يريد لنا حياة ويريد لنا أفضل. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء في الحلقة القادمة. آمين.